اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيوفي نجوم الجهاز الفني لتنس الطاوله، رجال الحقيقه اللي حققوا انجاز كبير، 11 بطوله على التوالي، دوري عام، 31 بطوله في تاريخهم. لازم ارحب بيهم في البدايه، برحب بالكابتن اشرف فتاح، طبعا رئيس الجهاز والمدير الفني. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، والف مليون مبروك على هذا الانجاز الكبير. الله يخليك، ربنا يخليك، شكرا. برحب بالكابتن عمرو رضا المدرب العام، وزي ما بيقولوا اللي هو المحرك للتدريبات كلها، الكابتن عمرو. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا يا كابتن، منورنا ومشرف قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن، متشكر جدا. كابتن اشرف، يمكن انجاز كبير احنا بنشكركم عليه في البدايه طبعا، لان 11 سنه دوري متصل، يعني ده ما بيجيش بالصدفه طبعا. كلمنا عن الانجاز ده، اتعمل ازاي، اتوفر ازاي، خاصه ان السنه دي كان فيه منافسه. السنه دي طبعا احنا بدانا بالبطوله الانديه العربيه، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبناها، خدنا مركز اول، وبعد كده اشتغلنا نستعد للدوري كظروف طبيعيه هتحصل. مره واحده طبعا حصل الايقاف بتاع الكورونا والظروف اللي حصل فيه، 3.5 أشهر قاعدين في البيت، طبعا كانت فتره صعبه. اول ما رجعنا ابتدينا باللياقه البدنيه والاعداد البدني مع مدرب اللياقه بتاعنا كابتن محمود الحناوي، وبعديه ب 15 يوم ابتدينا نخش في الفني. دخلنا في الفني، طبعا كانت انا شايف الفتره ما كانتش كافيه قوي، كافيه قوي، 45 يوم ما كانتش كافيه قوي ان احنا نقدر نوصل بالمستوى المناسب لبدايه الدوري، منافسات الدوري. انما الحمد لله بالتعب والمجهود وشغل الجهاز الفني، كابتن عمرو وكابتن اشرف صبحي، قدرنا نعوض ونتمرن صبح وبعد الظهر ونبذل مجهود جامد في التمرين، واللعيبه بذلت مجهود جامد معانا لغايه ما بدانا الدوره المجمعه الاولى وكسبناها الحمد لله 7 ماتشات 3-0. وبعد كده دخلنا في الدوره المجمعه الثانيه، كان بعديها بحوالي 24 يوم، حوالي شهر تقريبا. وبعدين دخلنا في الدوره المجمعه الثانيه كانت 4 فرق بس، كسبنا 3 ماتشات 3-0 الحمد لله.